فرخت حياتي مشوية على شياطة الرز على عين البوتاجاز. أيوة زي ما سمعنا كده، هنعمل شواية سريعة على عين البوتاجاز بالشياطة اللي بنشتريها بعشرين جنيه من محل المستلزمات الأدوات المنزلية. في منها بقى ستانلس وفي منها لون أسود. أنا جبت الستانلس دي وقلت بقى هجرب معاكم وأشوف، لقيت النتيجة ولا أروع. مش لازم الحاجة تكون غالية علشان تكون حلوة وتدينا نتيجة ممتازة. وبدل ما نجيب الفراخ غالية من برة وهي مشوية، لا احنا هنشويها في البيت وهنديها نفس ريحة الشوي، وكمان هوريكم ازاي هننظف الشواية بعد ما هنخلص شوي. انا ايناس عباس، اللي لسه ما تابعنيش يتابعني على قناة الوصفة، وكمان يتابع القناة والبيديو والجروب والانستجرام باسم شيف ايناس عباس. انا هقطع اول حاجة بقى من الصدر كده من الفرخة بعد ما اتشوت عشان تشوفوا قد ايه هو دايب دوبان وشرب التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها، وهاخد كمان حتة من الدبوس. شايفين طري ازاي؟ الريحة اكتر من رائعة، اجواء شوية بقى وحاجات جميلة. جبت فرخة من الفرارجي وزنها 2 كيلو الا ربع بحوالي 80 جنيه، وفرنا جامد لو كنا هنشتريها من برة وما كانتش هتبقى كبيرة زي الفرخة اللي احنا جايبينها كده. عملت فيها بقى فتحات للشوي كده، وكمان نظفتها كويس وغسلتها، وجهزت التتبيلة بقى، طماطميتين كبار شايلة القشر بتاعهم وعصراهم، وبصلاية كبيرة مبشورة ناعم قوي، وهعصر عليهم كمان ليمونة كبيرة كده، وهجيب السكر، هحط معلقة صغيرة من السكر على التتبيلة بتاعتنا علشان يدي للشوي لون ذهبي وتلزيقة كده وتعسيلة جميلة، وهحط كمان رشة من الفلفل الأسود وثلاث معالق صغيرة من الملح ورشة من الصويا صوص الغامق حوالي معلقتين كبار، وهدلهم بقى كده تقليبة كويسة مع رشة من الزيت عشان أضمن إن المشويات بتاعتي تبقى طرية وجميلة قوي وتبقى بتلمع ومتلزقش كمان في الشواية لما نيجي نشويها. هفضي بقى التتبيلة بتاعتنا الجميلة دي. أهم حاجة إن الصويا صوص هيدي نتيجة رائعة ولون للجلد بتاع الفراخ وطعم كده للحم دايب دوبان. هقلب بقى كويس التتبيلة دي فيها علشان أضمن إن التتبيلة دخلت ما بين اللحم والعظم، وهنبيتها في التتبيلة دي ليلة كاملة في التلاجة يكون أفضل. طبعا هنغطي الطبق بالغطا بتاعه ونحطه في التلاجة، ولو بقى مفيش وقت يبقى يدوبك 6 ساعات مثلا، بس مش أقل من كده علشان تبقى الفرخة طرية وجميلة لأن وزنها كبير علشان تستوي حلوة قوي. هوريكم بقى الشوايه اللي انا جبتها او الشياطه، يعني هي مش شياطه، هي شياطه مش شوايه، بس انا عملتها شوايه. انا لقيتها بقى كده في محل المستلزمات بتاع الادوات المنزليه اللي جنب البيت، وتمنها 25 جنيه مش غاليه خالص، فقلت هجرب بقى. كنت خايفه ان هي تقوس على النار بس النتيجه كانت رائعه. انا اخترت الاستانلس، في منها زي التيفال كده بس انا جبت دي المفروض شياطه للرز، بس احنا بقى هنعمل عليها الفراخ. جميله اهي، وهنعمل ممكن برضو عليها حاجات تانية كتيره هوريها لكم. انا ولعت العين الكبيره اللي في النص بتاعت البوتاجاز علشان بقى توزع لي الحرارة حلو في الشياطة، وغطيت العين كمان بالفويل علشان أي حاجة تنقط من الشواية تنقط على الورق الفويل، وفي الآخر يبقى التنظيف سهل ونشيله على طول نطبقه ونرميه ونغسل البوتاجاز بتاعنا، هتبقى الدنيا سهلة جدا. طبعا الميزة في الشواية دي إن هي مخرمة فالنار هتخرج منها. أنا استنيت بقى لما سخنت كده وطلعت الفراخ اللي متبلة في التلاجة ورصيت بقى على الشواية بتاعتنا كده وهي سخنة جدا علشان ما تلزقش ولا أي حاجة، وحطيت الزور بتاع الفرخة والكبدة والأوناصة كمان علشان بقى ناكلها تبقى كبده مشويه او نصه مشويه تبقى جميله قوي. وبهوي كده يا سلام، اجواء شوي جميله جدا كاننا بالظبط حاطين فحم. هقلب بقى الفراخ بتاعتي على كل ناحيه، وعشان كمان تستوي وتبقى دايبه دوبان انا هغطيها علشان اكتم بقى كل الدخان اللي طالع دوت، يبقى ريحه الشوي كلها جوه الفراخ وتبقى جميله جدا جدا وتخليها طريه ودايبه دوبان. هقلبها اهو زي ما انتم شايفين بدات تاخد لون على طول لان النار بقى بتخرج من الاخرام بتاعه الشياطه. زي ما انتم شايفين انا هوريكم المراحل بتاعتها بالكامل. طبعا الشياطه ممكن نعمل عليها حاجات كتير، ممكن هنخبز عليها عيش وهنشوي عليها سمك، هنعمل عليها كل الحاجات ان شاء الله في فيديوهات تانية علشان اوريكم النتيجه بتاعت كل حاجه. بدانا اهو بالفراخ وقلبناها زي ما انتم شايفين واخده لون رائع، هنقلبها ونقلب الزور كمان، وهحرك بقى الشوايه زي ما انتم شايفين اي حاجه بتنقط كده بتنقط على ورق الفويل كده، التنظيف هيبقى سهل جدا. هقلبها بقى في كل ناحيه، وجبت الغطاء الكبير دوت غطيتها بيه كده علشان اضمن ان الدخان بقى يكتم لي الحراره من جوه ويخليها مستويه وجميله قوي، تبقى كانها يعني مستويه في الفرن، يعني احنا كده كاننا عملنا شوايه وفرن في نفس الوقت، لان التغطيه اللي احنا غطيناها دي هتدينا برده نتيجه زي الفرن او كاننا مغطيينها بورقه فويل كبيره. هقلبها بقى كده على كل ناحيه، هتشوفوا اللون عمال يتدرج ازاي بتاعها وازاي هيبدا بقى يبقى لونه ذهبي جميل وتاخد علامات الشوي الحلوه دي. الريحه بقى انا شماها كان نفسي ان التليفون يبقى بقى بيوصل الريحه كمان، يعني تشموا الريحه وانتوا بتتفرجوا على اللون والشكل، وكمان كنتوا تدوقوا الطعم بقى الجميل بتاعها.
هقلب كمان بقى الكبده كده علشان تتشوي من كل جنب، علشان انا بحبها دي، هتبقى نصيب الطباخ اللي شوى. الدخان طالع وجميل والاجواء اكتر من رائعه، والولاد نفسهم اتفتحت على العشوه الحلوه دي او الفطار بقى كده او السحور، هتبقى جميله قوي في اي حاجه يعني. شويه عيش لبناني بقى كده جنبها، وحبه سلطه الطحينه، وحبه سلطه بلدي خضره جميله، او شويه رز ابيض، وهتبقى حاجه كده يا سلام، فخمه فخمه يعني، كاننا جبنا اكل من عند الحاتي من بره بس بنظافه وتوفير البيت. حته الاونصه دي انا هاخدها كده اتسلى فيها على بال ما الفراخ تتشوي. زي ما انتم شايفين خلاص خلصت وبقت جميله جدا جدا، ما خدتش حاجه على النار، ما كملتش نص ساعه وبقت جميله ورائعه، لان احنا غطيناها فبقت دايبه دوبان. ابدا بقى ان انا اشيل الزور بتاع الفرخه، هقرقضه وانا بقى واكله. وجبت طبق كده رشيت فيه شويه من البقدونس، العين طبعا بتاكل قبل البق، والبقدونس كمان بيدي ريحه اكتر من رائعه للفراخ. حطيتها بقى كده وبقت جميله في الطبق، هاخدها وارش عليها كمان رشه من البقدونس، لان العين برضو بتاكل قبل البق. وهوريكم بقى التفاصيل بتاعه الطبق بتاعنا، وبعدين هوريكم التفاصيل بتاعه غسيل الشوايه، وهتلاقوها رجعت تاني زي الفضه بتلمع، والنتيجه كانت جميله جدا. خلاص بقى الفراخ بتاعتنا جاهزه على الاكل، انا هقطع منها علشان تشوفوا قد ايه هي دايبه دوبان. هبدا بالصدر طبعا بتاع الفرخه، لان هو ده اللي بيبين ان كانت الفراخ مستويه ولا لا. فهوريكم قد ايه الفرخ الصدر بتاع الفرخه دايب وبيتقطع سهل جدا جدا، والفراخ بتتخلع من العظم، مش مستحملة حاجة خالص زي ما انتوا شايفين، واخدة علامات الشوى من ناحية، والناحية التانية طرية ودايبة دوبان. هقطع بقى كمان من الدبوس بتاع الفرخة، الطعم اكتر من رائع، والفراخ دايبة دوبان وحلوة قوي. هقطع كمان حتة بقى من الجناح، انا بحب الجناح بتاع الفرخة جدا فهقطع بقى كده علشان اتسلى بيه واكله. وبعدين بقى احط الرز الابيض والعيش وسلطة الطحينة، وابدأ بقى اكل. انا كده طمنتكم، فاطمن نفسي انا بقى بعد كده. هوريكم البوتاجاز بقى، انا هشيل ورق الفويل اللي كنت حاطاه، انا الشوايه غسلتها يا دوبك، حطيت شويه صابون سائل، هي من الناحيه بس اللي كانت ملامسه للنار، واخده لون كده غامق شويه، مش مشكله خالص، بس انا حطيت صابون سائل وبالليفه والسلك دعكتها، بقت جميله جدا. وخلاص بقى كده نطفت بسرعه جدا. ده الورق الفويل انا هشيله كده من حوالين البوتاجاز، هيبقى برده الدنيا سهله جدا. انا حاطه ورقه فويل اضافيه كده عشان اطبقها واشيلها على طول، يعني انا لما لميت الفويل وشلته ما احتاجش كمان ان انا اغسل الحمالة بتاعت البوتاجاز ولا اي حاجة، لان ما جاش عليها حاجة خالص. وكده الشواية بتاعتي بقت نظيفة، اعمل بقى عليها حاجات تانية، مش هقول عليها شياطة تاني انا هقول عليها شواية. بألف هنا وشفا، ويا رب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنال رضاكم.